ومن غار حراء، الغار الصغير اللي نزل فيه جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم علشان يعرفه على ربنا سبحانه وتعالى، وينزل النبي عليه الصلاة والسلام عشان يعرف الناس في مكة على ربنا سبحانه وتعالى. ينزل النبي عليه الصلاة والسلام 13 سنة في مكة بيكلمهم عن ربنا وأسماءه وصفاته، 13 سنة في مكة بيكلمهم عن العقيدة، إزاي نتعلق بربنا ونعرف ربنا. عرف الصحابة ربنا لأن ده السبب من وجودنا في الدنيا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم كان فاهم إن كلمة يعبدون يعني يعرفون، يعني إحنا ما اتخلقناش في الدنيا إلا عشان نعرف ربنا، وبعد ما نعرف ربنا ننفذ مراده وأمره مننا. إني جاعل في الأرض خليفة، خليفة يعني يسير وسط الناس يتخلق بأخلاق الله. الصحابة عرفوا ربنا وعرفوا إن مراد ربنا إن إحنا بعد ما نعرفه نتخلق بأخلاقه، فجوم المدينة بعد 13 سنة من البعثة ونشروا منهج مدرسة الحب بين أهل المدينة، واتبنى المسجد النبوي، المسجد اللي كان بيساع لعشرات الصحابة من أصحاب النبي، وكبرت مدرسة الحب بالحب والعطاء والتسامح والعدل، ودي أصلا صفات ربنا. انتشر الإسلام لما الصفات دي بقت في قلوب المسلمين وصاروا وسط الناس يتخلقون بأخلاق الله سبحانه وتعالى. حب الناس ربنا وحبوا الدين ودخلوا في دين الله أفواجا، لدرجة أن المسجد دلوقتي كبر وبقى يساع لملايين المسلمين. الكل بيحب ربنا، الكل جزء منهم يعرف ربنا قوي ويعرف صفات ربنا قوي ودخل مدرسة الحب وبيسير وسط الناس بأخلاق الله، وجزء منهم محتاج ياخد القرار انه يخش مدرسة الحب، وجزء منهم محتاج ياخد القرار انه يعرف ان احنا جينا الدنيا عشان نعرف ربنا، وبعد ما نعرف ربنا نسير وسط الناس بصفات واخلاق ربنا سبحانه وتعالى. ومن هنا من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم النبتة اللي منها انطلقت مدرسة الحب للكون كله، عشان الكون كله يعرف ان احنا جينا عشان نعرف ربنا ونسير وسط الناس خلفاء نتخلق بأخلاق الله. الحب منهج أسسه سيدنا النبي للمسلمين، كنز في قلوبنا بنورسه من سنة الهادي الأمين. نورك يا رب بنلمسه يشرح صدور المؤمنين، وفي رحمتك متجمعين بالحب نتعلم. والحب لو عالإيمان متأسسة فيها القلوب المخلصة بالنور بتتكلم. والحب أكبر مدرسة لو عالإيمان متأسسة فيها القلوب المخلصة